فرح اعملكم تصليح الايفال بس انا وانيس كلكم يعني رح بلش بكل لا بس هون مروان اوكي رح بلش ب اول وحود احنا انتم اوكي انيس و نسيم 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 وسهيل ايهاب وسهيل كثير حلو كان الايفال تبعكم وكثير ذكي ذكي بمعنى انه ما انه بس هيك قدمتوا تيم تريو مش بس انه طلعتوا غنيتوا فعلا عملتوا قصه وكثير مهضوم كان تركيبه القصه يعني السيناريو عن جد مبكر كيف واضح انكم شغلين عليه انا هيدا اللي بحبه انه ما في شيء هيك انه لا كله مشغول نضيف انه في عقده ايه في عقده بدهم ثلاث صبيان راحت تنكرت تلفنت له قالت له انا جاي اعمل حالك ما رح هيدا فوت باللعبه فوت باللعبه واجمل شيء لما بلشتوا تغنوا وهي غنت وبلحظات كتير حبيت كيف تنتقل للحركات البنت رجعت تتذكر انك انت شاب يعني لما بلشت تغني انا كتير ضحكت شفتوني اصلا انت الرياكشن تبعك هو الرياكشن تبعه هو مبسوط وعم بيضحك وانت معصب وما بدك اياه يضحك وممنوع كتير حبيت ولما خلصته وظهرته عن جد كيف رجعتوا فتوا وتخنقتوا على هيدا الموضوع وتصلحتوا وظهرتوا ورجعت هي فاتت بالشاب ولبست تما حدا ينتبه يلي صار فعلا أيوة. لقيته عظيم كإيفال يعني لو ما غلطت البرايم يعني عن جد عظيم كإيفال كثير هلا انا ايفال كثير حبيته الفرقه الشعبيه اللبنانيه التراثيه الفولكلور ما كاتبين سيناريو ولكن مقررين يعملوا هالشخصيات يلي فرقة ومش فرقة يعني فرقة وبخبصوا وفرقة هيك من عمو جنب يعني عرفت انه لاح انا لاحظت انه السيناريو عندكم مش مكتوب مش مركب يعني ولكن بس الكاركترات مركبة وحملتوها من الأول للآخر وكيف شكرتوا البلدية وشكرتوا يعني كله يعني هن راحوا بالكاريكاتير يعني بالكاريكاتير راحوا ببرسوناج بشخصيات فيكس ما بتتحرك من الأول للآخر وارتجلوا كيف يعني حسيت عن جد كأنه شو بيقولوا زجل على على انه على عرفت لا تعليص هلا نكزه طلعنا برا مش برا مش بالغنى انا ما لا مش غنى انا حسيت عجيت شوي لا لحظه يعني لانه هيك شغل صعب يتدوزن لحظه هيك حسيت مبالغه نكزه ولدرجة عرفت انه هالقد ارتجالي انه وقت وقع عينيته مروان تركهم وقر انت كان فيك تلميهم ولما نوقم كان في حلو ما يقدر يقشع يعني كان ممكن تستعمله لما بيكون ارتجالي كل شيء بيصير معكم ارتجالي على المسرح لازم تستخدموه مدام في ارتجال حبيته كتير لما غلط غلط مروان اذا فوتوا قال له رجع يعني فوتوها باللعبه تبعيتهم وهون الارتجال قوي كان عرفت الارتجال يعني كله ارتجالي ولكن لما بيصير معكم تعلموا لما بيصير معكم ان كان السيناريو مركب او ارتجالي لما بيصير معكم شيء مش منتظرينه بالمشهد استعملوه ثالث ايفال لقيته حلو وحبيت بس بده شوية تصليح كان مابال وانيس وحنان انتو كمان اشتغلتوا على الشخصيات ولكن الشخصيات ما تماسكت بالاول يعني انا فضلت من وقت من دخول حنان ورح قلك ليه فتوا انه انتو نيرد صح؟ وبيدرسوا ما خلصوا شيء الا بالمات وبالهيدا
شفت لو هالسيناريو مكتوب شوي مركب شوي نظيف أكتر كنتوا أنتوا دريتوا إنه طب أوكي نيرد نيرد بس ليه عم بتغنوا غلط بالأول؟ يعني ليه بالأول لا لا يعني ليه رحتوا بمبالغة وليش بحسها مبالغة؟ لأن بعدين غنيتوا صح فهمت شو قصدي؟ يعني واحد بيقدر يكون نيرد يعني يكون عم بغني صح بعدين يقول لك دخلك بالمات هيدا الاكزرسيس ال 2 اكس ا بلس بي او كاري مثلا شو يعني حلو انه افهم انه انتم هم كون ال 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 المات او الفيزيك او الشيمي او واتيفر بس ازعجني هي المبالغه شوي بالحركات وبال وبال بالاغاني غلط بالاول خاصه انه بعدين اشتغلتوا على شيء كثير نظيف وكثير ريتمي يعني ما اقتنعت بالاول حنان قدرت تمسك أكتر الكاركتير من أول ما فاتت هلا شغلة ذكية كتير عملتوها أنتو أنتو ما اشتغلتوا على أنه أنتو تيم أنتو اشتغلتوا على أنه أنتو انفرض عليكم تكونوا تيم واشتغلتوا على تركيبة التيم. التيم يلي هي فكرة حلوة فكرة ذكية أنه بالآخر صرتوا فرقة بس بالأول ما كنتوا فرقة كنتوا نفرين بين بعضكم وهو بده اياها تجي لحنان لانه حلو وهي مش طايقتكم لانه ما بتغنوا انتوا عربي وهي صوتها حلو وانتوا بتغنوا غلط وهيك بس انه ما شفت بعدين انه بتغنوا غلط عرفتي يعني هيدي هون في توك وليش واللي حبيته كثير هو اكيد الشغل على الريتم ذاتس واي ما بعرف اذا انتوا فكرتوا فيها او ما فكرتوا فيها طلعت اسم الفرقه زقفه مش لانه زقفته لانه اول ريتم بلشتوا بالاصابع بعدين بالايدين كلاب بعدين بالاجرين يعني الريتم زقفه هي الريتم فمشان هيك انا عجبني اسم الفرقه بس انتم اكيد ما كنتم مفكرين هيك ايه ما كنا حاطين اسم علي مرتضى والجروب الثاني ودينا وعبد اكثر اكثر ايفال بده تصليح هو تبعكم انت لما بلشت تعرف تحكي مع التلفزيون اطلعت على الكاميرا هيك بعدين وقت نهيت مع التلفزيون كنت عم تطلع مع الكاميرا بالارض يعني حتى ما احترمت مكان الكاميرا يلي حطيته بعدين انت مباشر على الهواء او انه انت عم بتصور حلقه تلفزيونيه معقول يكون في الورقه مع كلمات الاغنيه قدام وكل شوي ممكن يعني حطيتها انه اساس انه كلمات مو كلمات الأغنية هي كانت كلمات الأغنية بس أنا أخذتها مستقصد إني أدخل فيها إيه بس أنا ما شفتك عم تقرأ لما عم بترحب إيه شفتك عم تقرأ بس عم تغني فهمت شو قصدي أوكي يعني إذا عم بترحب شو بتلاحظ يا زلمة بس ما بدي أنا يعني أنا كنت بجيب كانت الفكرة في فرقة بس أنا كانت الفكرة في رأسي إنه ما أقدر أدخل ناس معي جوا بس هذه كانت الفكرة ولا يعني كان سويت فرقة ورا ويعني كان لا بس أنا اللي حبيته هو الجو يلي خلقته انتبه في جو أنا ما عم أقول إنه ما في شيء حلو انتبه هلا حبيت الجو في عندك عناصر تستخدمها ما استخدمتها فهمت شو قصدي بعدين مرتضى أنت على التلفزيون يعني أنت عم بتغني على التلفزيون بالبرايم لما غلطت وعملت هيك وعصبت جيت قلت لك ما تمرك الغلطة انت ومحمد سعد ما تمرك الغلطة بالتلفزيون بالمشهد التمثيلي يلي هو عبارة عن تلفزيون كررت الغلطة يلي انت كمطرب مش مفروض تعملها فهمت شو قصدي بعدين احساسي بدك قلك شو احساسي لما انظهرته خلصت اتذكرته هلا انه يي خلينا نعمل بعد شيء انه يي بالاول عملنا خناق انه شوي فتته واخترعت يعني هيك حسيت انه اوكي بس لازقين ولزق يعني حسيت انه وبعدين مرتضى خليني اكمل هايدي واقفه هون بالزاويه مرتضى اجا هيك سكر انه صالحته انه خلص صالحنا ومشي الحال ومشي الحال وظهرته وبارم وجهه لل 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 لقلنا وما حسيت انه خناق وحتى وقت الاغنيه كان حلو هلا هايدي كان حلو
كيف حسيت مثلا إيهاب وسهيلة هو معصب منها لما عم بتغني؟ ما حسيت ولا تكة إنه في شيء بيناتهم. تصلح آخر إيفال، أنتوا بالأول كمان العنصر الوحيد اللي كانت مشكلة هي إنه تأخرت دينا، وأنتوا حكيت لا تأخرت لتفوت، يعني تأخرت لتفوت بالمشهد إنه بالكاستينج، ما هو هن انطرحوا مشكله انه انت تاخرتي. هيدا مش عن السفر عم بيحكوا، مش عن انه اي لا ما خص السفر، المشهد كيف فتن. بس انتوا قلتوا لنا انه انتوا تيم، يعني قلتوا انه زهقتوا حفلات وزهقتوا اعراس وزهقتوا ما بعرف شو. عظيم، انا اقتنعت جدا بالحوار التمثيلي، على فكره كان كثير مقنع الحوار التمثيلي، وانه هاي وشو ويلا ومنغني هاي لا اخر تكي غيرنا مدري شو. اقتنعت، بس فتوا تتغنوا ما حسيت ولا نكزة انكم تيم وانكم معودين تغنوا مع بعض. يعني حتى بالأغنية ما في رفران، ما في جملتين موسيقية غنيتون سوا. حسيت انه كل واحد عم بيعمل الجوب تبعه. فهمتوا شو قصدي؟ حتى لما انت عم بتغني او هو عم بغني، محمد سعد واقف بلوك عم بيطلع فيكم. يعني محمد عباس بعده ها اكثر شوي، قلت لك هيدا الشيء امبارح انه انا صرت قاعده طب بين هالثلاثه اللي عم بيغنوا ما عم شوف فرقه، مين عم يقنعني اكثر؟ صرت عم بتطلع هيك بتطلع هيك بتطلع هيك في انه انت ومحمد حسيت في احساس اكثر، حسيت انه الاحساس عند محمد سعد شوي مفقود، واقف بلوك يعني ما عم بيتفاعل. فمن هون حسيت انه يا ريت ما قلتوا لنا انه انتم معودين تغنوا مع بعضكم صار لكم 5 سنين باعراس وبحفلات وبقى، لانه ما حسيت هيدا الشيء نهائيا.